حتى ولو انتهى شهر رمضان المبارك إنما ما انتهت المسلسلات على شاشة الام تي في. منبلش نحضر يوميا على الساعة 6 المساء مسلسل عشق النساء، مسلسل بيحكي عن تعنيف المرأة، عن وضع اجتماعي صعب جدا. سيدة وولادها الأربعة يلي من بعد موت زوجها بيهتم فيها صديق زوجها الحميم، وبيصير في نوع من علاقة مش كتير واضحة شو هي. هالمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم اللبنانيين والعرب، من بينهم ورد الخال، باسل خياط، نادين نجيم، ميس حمدان، وسام حنا وغيرهم من الممثلين اللي بتحبون. خلينا نشوف. رجعت حليم لعدتها القديمة؟ لك لو بيصير له يمثل لي دمي ويبيعه حتى يلعب قمار ما بيقصر. إذا ربح بيشرب لحتى يحتفل، وإذا خسر بيشرب لحتى ينسى همه. بالأول كان ياخذ مبلغ صغير تما حس، بس لما شافني إني ما عم بعلق على الموضوع صار يكبر المبلغ. بس وصلت وقعته إنه ياخذ كل شيء وما يترك لي إلا الفراطة. ولك من يومين كنت بالسوبر ماركت عم جيب أغراض، فتحت الجزدين بدي أدفع ما لقيت شيء، ما لقيت شيء، بورتفاي فاضية. عرفت وين بدي أخبي وجهي بين الناس، كلهم بيعرفوني وبعيطوا لي مرت البيت. أكيد ما قلتي له شيء. شو بدي أقول له؟ ما بيجي لي أحكي معه بلاقيه سكران، والبلا ما سمسر لحالي بقتلي. شو بدي أقول لك؟ أما برنامج الألعاب سألوا مرتي فبيتابع مع محمد قيس على الساعة 9 المساء على شاشة الام تي في كل ليل جمعة. هالبرنامج يلي بتيح الفرصة للمشتركين بأنه يربحوا سيارة بآخر الحلقة حسب كيف بيكون لعبهم ومشاركتهم بالألعاب. خلينا نشوف. جولة تانية مع نرمين وجمال وريهيكم على خمس بيضات. المهم منا ابدا صعبه يا جمال، منا هينه ابدا، منا صعبه، منا هينه ومنا منجر، من جد وجد ومن جرى حصد. يلا خلينا نحصد، من زرع حصد خلينا نحصد. يلا 3 2 1 توب كاونتر جو. وحده لا غيره، لبعه غيره، لبعه غيره، لا غيره جمال غيره. لا 2 2 غيره. لك عم نعتبر ميلو اياها انت؟ لا اه 3 4 صاروا خمسة ستة. لما قلكم فيكم تزيدوا من جدة وجدت بدل خود أكيد المفتاح من أسد، وتفضلوا إلى مكانكم أسد. أما الجولة الثالثة مع علي وحسنة وثمان بيضات. يلا علي يلا حسنة. أما مشاهدينا فمنتابع ام تي في الايف مع فقرة كابلز، واليوم موضوعنا حساس جدا وهو العشق الممنوع والعشق المسموح مع دكتور أنطوان سعد. خليكم معنا. We'll be right back.